ولمزيد من النقاش بينضم إلينا الآن هاتفيا الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. بعد التحية لك دكتور، يعني لو في البداية تسمح لنا ب يعني هذا الوقت لنقرأ هذا الخبر، حيث سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق في أحد العقارات بجوار مسجد الحسين في محافظة القاهرة، وفور اندلاع الحريق دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث. تم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح. وبالعودة لك مرة أخرى دكتور، يعني خليني في البداية أسألك عن توجه وتوجيه رئيس مجلس الوزراء بتوفير أماكن ثابتة لعرض السلع بأسعار مناسبة طوال العام، كيف ترى أهمية هذا القرار في هذا التوقيت؟ مساء الخير وأهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أولا أنه يمكن أحد أولويات الحكومة الجديدة هو السيطرة على التضخم وزيادة الأسعار، وبالتالي أحد يعني المقومات لهذا الموضوع يكون هناك في المعروض من السلع ومن الخدمات بشكل كبير، وبالتالي توفير هذه المراكز أو هذه النقاط الموجودة أعتقد هتشكل أو تكون يعني لها دور كبير جدا في تخفيض الأسعار، في عرض السلع بشكل جيد، يكون إتاحة للسلع المعروضة زي ما شفنا عندنا نماذج ناجحة كانت مقدمة من في مشروع لو أهلا رمضان وأهلا بالمدارس، اللي كان في إتاحة لكثير من المواد سواء كانت في أهلا رمضان مواد غذائية أو الملابس في أهلا بالمدارس، وهذه الإتاحة كانت هناك منافسة بين الشركات، هناك خصومات بتقدم من الشركات الموجودة داخل هذه المراكز، وبالتالي بافتتاح هذه السلع للمواطنين بأسعار جيدة، بأسعار أقل من سعر السوق من 20% إلى 30% وتصل في بعض الأحيان إلى 50%، وأعتقد أن توافر أو وجود هذه المراكز في على مستوى المحافظات وفي كثير من المناطق هيؤدي إلى يعني سيطرة على التضخم بشكل كبير. أيضا وجود منافسة في عرض السلع المقدمة، حركة تبادل تجاري هتزيد خلال الفترة القادمة، هيكون هناك إتاحة لكثير من السلع لأنه يكون المعروض من السلع متوفر بشكل جيد. طيب خليني أيضا أسأل حضرتك حول هذا القرار، يعني يبدو أنه على غرار معارض أهلا رمضان وأهلا مدارس، كيف كانت هذه التجارب ناجحة في الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين؟ بالفعل هي كانت تجربة أهلا بالمدارس وأهلا رمضان كانت تجربة ناجحة، وفرت كثير من السلع، يمكن شفنا تخفيضات هائلة خاصة في المواد والسلع الغذائية الأساسية، الزيت والسكر والأرز والمكرونة، يمكن شفنا تخفيضات تصل إلى 50% في بعض السلع، وبالتالي هذه التجربة الناجحة التي أتاحت كثير من السلع للمواطنين بسعر جيد وبسعر مناسب، وكانت هناك منافسة بين الشركات، أعتقد إعادة هذه التجربة من جديد بشكل يكون بشكل دائم ده هيؤدي إن المصانع أو الشركات اللي هي منتجة والتي تقوم بالتجارة في هذه السلع أعتقد هيكون لديها يعني إمكانيات إنها تقوم بعمل تخفيض هامش الربح الخاص بها، لأن هناك هيبقى في منافسة بين أكثر من شركة. الإشكالية الموجودة عندنا إنه بعض التجار أو بعض المحلات الكبرى بتضع أسعار مغالية فيها نتيجة المنطقة أو يعني تماشيا مع المستوى الاجتماعي لبعض المناطق، وبالتالي بيكون هناك ارتفاع في الأسعار بشكل كبير وبشكل ملحوظ. طبعا هناك تأثيرات خارجية بسبب الدولار بسبب عملية الاستيراد، لكن هامش الربح المحقق لكثير من السلع للأسف الشديد بيكون مغالي فيه، بيصل لبعض الأحيان إلى 80% و100% و120%، ويمكن أنا عندي تجربة شخصية في هذا الموضوع، يمكن أحد الشركات اللي كنت متوليها لإنتاج العسل فوجئت إن العسل اللي بيباع بسعر يعني يكاد يكون 400 جنيه العلبة، فوجئت إنها بتتباع في بعض المحلات الكبرى بأكثر من 650 جنيه 700 جنيه. طيب اتفضل يا فندم. ده معناه إنه وجود هذه المراكز ووجود هذه النقاط هيؤدي إلى المنافسة الجيدة
بين الشركات التجارية وبين المصانع إنها توفر السلع بسعر جيد لدى المواطنين، ويكون أيضا عندي تخفيض لمعدل التضخم اللي احنا شاهدنا خلال الفترة الماضية انخفاض ليه، يمكن انخفض خلال الأربع شهور الماضية منذ مارس 2024 وحتى الآن أكثر من 5.5%، يمكن انخفض من 31.3 إلى أقل من 26%، فأعتقد دي نسبة مقبولة. هذا الموضوع اللي هو وجود المراكز التجارية وسلسلة المراكز اللي هتكون موجودة في المحافظات وفي القرى يعني المناطق الموجودة في مصر، أعتقد هتؤدي إلى انخفاض معدل التضخم ومعدل زيادة الأسعار بشكل جيد خلال الفترة القليلة القادمة. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، شكرا جزيلا لك يا فندم.